هاي يارا. هاي ريتا. اليوم بثاني ابيزود من Let's Talk Mental Health Series رح نكون عم نتناقش موضوع كتير مهم واساسي يد دقيق وحساس يلي هو السوسايد او الانتحار. بس قبل ما نبلش نفوت ان دبس اكتر بدي اقول ان للاشخاص اللي عم يحضرونا بحال انزعجوا او حسوا بحيلا emotion unpleasant يكونوا عم يلجأوا لشخص بيرتاحوا له كرمال يكونوا عم يعبروا له، ما يتركوا هيدا الشيء لحاله لانه بالنهاية هيدا موضوع منه هين عن جد ينحكى فيه. يس وهيدا موضوع نحن كتير منتجنبه بالسوسايتي تبعنا لانه هو موضوع دسم، ومنحس لما نقول كلمة سوسايد او انتحار عم بيصير في شفت بالانرجي تبع الروم لانه هو موضوع بخوف. اكزاكتلي حتى يعني مثل حيلا شيء تاني بحال نحن بدنا نساعد او بدنا to prevent something from happening لازم كنا نقدر نفهم شو هو هيدا الشيء، لانه ما فينا نعمل مانجمنت لشيء نحن ما بنعرفه. بالتالي هيدا الابيزود عن جد كتير مهمة تنوعي هيدا الاويرنس ونعليه اكتشلي ونوعي العالم على هيدا الموضوع. خبرينا شوي صغيرة اكتر عن السوسايد، شو هو، شو هن الريسك فاكتور، كيف فينا تو بريفنت ات. يمكن ليتر اون رح تحكيهم بس انه بلش. اوكي سو تنبلش. سوسايد اتس ا سيريس بابليك هيلث بروبلم، وهو لما شخص يأذي حاله بهدف انه يكون عم بينهي حياته. هيدا الشيء اكيد عنده تاثيرات كتير كبيره ان كان على الانديفيدجوال اللي هو هيز ثينكينج اباوت سوسايد او اتمبتينج ات او على الكوميونتي اللي حواليه. اكيد هون كمان عصيره انه سيريس ماتر. حسب الاحصائيات اللي عملوهم امبريس اخر شيء بنقدر نحن نشوفه تقريبا كل نهارين ونكع في شخص عم يخسر حياته من وراء الانتحار. حتى كمان كل 6 ساعات في شخص اتمبتينج سوسايد او عم يجرب ينهي حياته. فعن جد تز موضوع كتير مهم وبيأثر على مختلف الأصعدة يعني، ومثل ما أنت قلت يعني هلا إن كان على الشخص ولا على الكوميونتي أون جروب. وأكيد هدول الإحصائيات نحن عم نحكيهم بلبنان، بالنهاية نحن بنعرف إنه حالياً بالوضع الأكتوال وضع بلبنان عم نعيش بقصص صعبة، كان على صعيد الإيكونومكس، بوليتكس، حتى سوشيال ومختلف الأصعدة كمان. دويت على موضوع كتير مهم اللي هو كيف الانفايرمنت اللي نحن عايشين فيه بيأثر علينا as individual، إن كان على نفسيتنا in general ولا إن كان على suicide thoughts in particular. وهوني منا نحكي إنه مثل ما أنت ذكرت بلبنان طالما فيها لل economic crisis الريسك فاكتورز ممكن يكونوا انه الشخص يكون عم يخسر شغله بسبب هالكرايسيس، او مثلا ما انه قادر بقى يشوف العالم اللي بحبهم لانه مثلا هاجروا او فلوا. وهي خساره الاشخاص اللي بهموه او بيعزوا على قلبه فيها تكون انه مش موت بس يمكن يكون عن جد خسر الابيليتي انه تكونكت معه بهيدا المحل من وراء مختلف القصص. مزبوط. في عنا كمان the personal risk factors اللي هن مثلا لما شخص يكون عايش بكرونيك بين، ان كان من وراء autoimmune disease او من وراء مرض معين كان عنده اياه، او اذا شخص هو diagnosed with depression or any mental health disorder. مزبوط. وبدي زيد شغل عليك كمان الفاميلي والكونتكست يلي بيعيش فيه الشخص هو عن جد اساسي. كتير اشخاص within the context والفاميلي تبعهم يمكن يكونوا تعرضوا ل abuse إن كان emotional physical sexual أو حيلا شيء تاني. so the context والفاميلي والcommunity اللي عايشة مع هذا الشخص ممكن يكون عنده تأثير وتزيد the risk of attempting suicide. وهذه القصص كمان فيها تكون يعني في كتير قصص فيها تفوت بالrisk factors. وأكيد it's لكل شخص يعني it's not general it's individual على كل شخص لأنه suicide is a very complex behavior and it's never one reason. أصلاً بغض النظر عن الريسك فاكتورز اللي عديتيهم وأنا زدت عليهم شوي كتير مهم إنه نضوي على فكرة إنه كل شخص شو ما كان عمره شو ما كان الجندر تبعه أو الكوميونتي اللي عايش فيها هو معقول يكون معرض إنه يكون عم يفكر بالانتحار أو عم يجرب يكون عم ينهي حياته بهيدا الطريقة. Suicidal behavior is very complex. It's not one single cause to every individual. أكيد I agree. وحتى in psychology people عندهم tendency يكونوا فاكرين إنه بال mental health 1+1=2 هيدا plus هيدا يعني هيك. Or that's not the reality عن جد. لأنه كل شخص لازم يكون عم يتاخد بشخصه بال individuality تبعه بال context تبعه بالقصص اللي هي بحسه لحاله لأنه هو ده لقل.
اوكي، ومن هون حنكون عم نحكي عن الـ warning signs اللي هن بيساعدونا to identify لما الشخص يكون he is struggling with suicide. منهم هو اللي في عنا شعور انه شخص بيكون حاسس حاله empty, hopeless, او حتى ما عم بيقدر يلاقي meaning بحياته، او مش عم بيقدر يلاقي حلول لمشاكل اللي عم بيكون عم بيقطع فيها، وعم بيحس انه الاموشنز بلشوا يصيروا overwhelming. كمان هون في عنا شخص لما يبلش يعبر عن guilt feelings وعن هيدا انه هو burden على الاشخاص اللي حواليه. اكيد اكيد ما انه شيء هين انه الواحد يكون عم يختبرهم لهودا الاساس. بدي زيد على اللي قلتيه انه فينا نكون عم نلاحظ كمان shift بال behaviors تبعه. يمكن انه في يكون شيء كتير بسيط، انه فينا نكون عم نشوف شخص انه هو كتير بيهتم بدرسه ما بيقف صفوفه، فجأة نكون skipping school or university or just disengaging من الانفستمنت اللي كان يحطه قبل على هيدا الشيء او هيدا المحل. صح، وحتى بيصير في changes بالسليب باترنز تبع الشخص، بالايتينج باترنز، او مثلا اذا شخص عادة هو شخص outgoing وبيعطي value للفريندشيبس تبعه، بنصير نحسه شوي شوي عم بيسحب حاله من هالفريندشيبس وبيبطل عم بيطلع مع رفقاته. It is hard definitely. وكمان في انه بنلاحظ انه الشخص ببلش كمان يحكي كتير عن الموت، يبلش الانفستمنت تبعه اللي هو كان بهيدا المحل ينقل على محل خاصه بالدارك بليس. اذا بدي كان هو بيحكي عن الموت، بيعبر انه هو بده يكون عم ينهي حياته، او ببلش يوزع اغراضه على الاشخاص اللي حواليه. يس، وحتى هون ريتا في عنا اشخاص ببلشوا يحطوا بلان، ببلشوا يفكروا بالطرق اللي هن حينهوا حياتهم فيها. هون بدي ادور على شغله يلي هي عاده العالم بفكروا عكسها. لما نكون نحن عم نتواجه مع شخص او عم نلاحظ على شخص انه عنده هود الورنينج ساينز، بس قبل يعني قبل ما نكون عم نلاحظهم انه يعني الورنينج ساينز بيكونوا كلهم موجودين، ايام بيكون في some of them، ايام ولا واحدة منهم بتكون موجودة. وهذا الشيء بخلينا نفكر ونحط نسلط الضوء اذا بدك على فكرة انه مش دايما الاشخاص اللي هن بياخذوا هيدا الديسيجن او بيقرروا ينهوا حياتهم او بيجربوا ينهوا حياتهم بهذه الطريقة بيكون مبين عليهم، بيكون very obvious انه هن هالقد depressed او هن هالقد مزعوجين او هن هالقد حاسين بقصص مش منيحة. That's why كتير مهم انه نحن لما الشخص يكبلنا في التايشة لتسيئة او يكبلنا كلمة صغيرة او نبذة صغيرة عن هو شو عم يحس، ما نكون عم نستخف بالموضوع ولا نكون عم نسخف له شيء اللي عم يحسه، لانه ايه it does matter. يمكن تكون مبين شيء صغير بس يعني عجد ما تكون شيء صغير، وهذا يعني حيلا شعور بالخوف او القلق او حيلا unpleasant emotion بيعبر عنا بطريقة ما، كان بالحكي ولا مش بالحكي، لازم نكون عجد عم نخد على محمل الجد. وبرجع وهنا ما زال كبيت سبويلر، لازم يكون عم نحكي عن what to do in case شخص بيّن عنده هدول warning signs بالcommunity اللي نحنا فيها، لأنه عن جد ريتا it could save a life. وهوني بدي احكي عن اهميه وامبورتنس انه نكون عم نفتح لهالشخص ان اوبن اند سيف سبيس، يكون عم بيقدر يعبر فيه عن مشاعره ومشاكله، لا بلا ما يكون عم بيحصل على اني كايند اوف جادجمنت او مثلا سولوشنز او حتى استخفاف بالاكسبيرينس تبعه. اكزاكتلي، اي سوبر اجري. وحتى يعني اتس بريفيربل وادفايزد انه الشخص لما يكون عم يخلق له هيدا الاوبن سبيس، الشخص اللي عم يتلقى الانفورميشن بحال حس او شك بانه معقول هذا الشخص يكون عم يفكر بالانتحار او willing to just انه take the decision and ending life تبعه بهذه الطريقه، كثير مهم انه يكون عم يسال openly عن هذا الموضوع، يساله انت عم تفكر عن جد انه تكون عم تنهي حياتك، في عندك suicidal ideation، مع انه هذا السؤال صعب وبيخوف للشخص اللي عم يساله ويمكن يكون للشخص اللي عم يتلقاه، بس what's for sure هو انه هيدا السؤال ممكن يكون عم يخلص له حياته. العالم عندها تندنسي انه تكون عم تفكر انه اذا انا سألت هيدا السؤال لهيدا الشخص بركي صار هو انه اجته فكرة وقرر يكون عم يعملها من ورا السؤال. بينما الستاديز سبورت العكس، الستاديز بيقولوا انه الريسك تبع السويسايد بخف اذا نحنا بنسأل هيدا السؤال openly، لانه هيدا السؤال ممكن يكون عم يفاجئ هيدا الشخص انه نحنا عجد we care about هو شو عم يحس شو عم بيفكر، بلا جادجمنت مثل ما قلتي وبلا ما نكون عم نقدم له حلول، لانه هو هيدا الشخص ما بده انه هيدا الحال، بده يمكن حدا يسمع له يكون فاليديتينج الايموشنز تبعه، فاليديتينج واكسبتينج انه هو عن جد ما انه حاسس حاله منيح. مزبوط، وانس سالنا هيدا السؤال وتاكدنا انه الشخص هي ستراجلينج وذ سوسايد، هون وي هاف تو بلاي ا رول، ان كان ديبند حسب نحن شو علاقتنا مع هالشخص.
سو يا بنكون عم نلعب دور دايركت بروتكتيف اللي هو انه منضل مع الشخص تقريبا كل الوقت ومنبعد كل شيء ممكن يكون عم بيأذيه او عم يستعمله تينهي حياته ان كان ميديكيشن او اي نوع سلاح، او فينا نكون عم نلعب دور مور سبورتيف اند ليسنينج وايل نكون عم نخلي هيدا الشخص تو كونكت وذ a party a third party هي تكون عم بتساعده ان كان بروفيشنال ولا ان كان someone from the family انه تكون دغري دايركتلي عم بيساعده. اكيد وهون كمان حلو نكون عم نقول للاشخاص اللي هن عم يلعبوا دور السبورت او يلي هن عم بيساعدوا او يلاحظوا هدول القصص على شخص ثاني كثير اساس انه هن يهتموا بحالهم لانه الستديز بتقول ساينتيفيكلي يعني الشخص ما بيقدر يهتم بغيره اذا هو ما بيهتم بحاله in the first place. فهن يمكن بمحل محلات منهم قادرين يكونوا عم يستوعبوا او يقدروا يمتصوا هدول الايموشنز اللي عم كب عليهم الشخص الثاني بطريقه دايركت او انديركت. اتس اوكي بحال هن ما كانوا قادرين يلعبوا هذا الدور ويعطوا السبورت والدعم اللي هن يلي هذا الشخص بحاجه له. اتس اوكي في يكونوا عم بيجيروا كيف قلت لا ثيرد بارتي او انه يكونوا عم برين ستورمينج سولوشنز الترناتيفز تقدر تكون عم تلعب الدور اللي هن عم يلعبوه. وللشخص اللي هو عم بحس حاله عنده هدول الأفكار السوداء أو willing إنه يكون doing أو إذا بدي كنه حياته بهيدي الطريقة كتير مهم هو كشخص بس يلاحظ هدول warning signs على حاله إنه يكون speaking up breaking the barriers يقول أنا مزعوج أنا متضايق للأشخاص اللي معقول يكونوا عم يعملوا له هيدا الاحتواء. ونحن منعرف قديه هين بالسايتي تبعنا نكون عم نحكي عن الphysical symptoms لريت بيكون في نفس الراحة أنه نكون عم نحكي عن our emotional pain. بس هون كمان في نقطة كتير مهمة اللي هو مين نحكي. هلا بحال كان الشخص هو عم بيلاحظ حاله أنه هو تعبان كتير أساسي أنه يكون مثل ما قلت قبل يلجأ لشخص هو بيرتاح له بيأمن له هيدا safe space أو في يكون عم يلجأ لـ mental health professional لأنه it's the best course of action. من هي هيدا الشخص مختص لأنه يكون عم يعمل هيدا الاحتواء لهذا الشخص ويكون عم يساعده ويكون عم يتأقلم مع الأسس اللي هو عم يختبره. So it's always preferable إنه يلجأ ل mental health professional. هون بيزاك the students on campus فيهم يكون عم يلجأوا للcenter اللي نحنا موجودين فيه إذا counseling center في كذا counselor بيقدر يكونوا عم يساعدون. هون at UCC we are always ready to help anyone إن كان الشخص اللي هو he's struggling with suicidal thoughts أو إن كانوا الأشخاص اللي هن they are playing the supporting role to these people إن كان هودي الأشخاص بلشوا يحسوا إنه المواضيع عم بتقل عليهم أو إن كان إنه هن بحاجة ل guidance. هون كمان it's important to say إنه in case الشخص عايز immediate support فيكون عم بيحكي على hotline embrace على 1564. Now Rita to end on a more upbeat note how can we build a more supportive community here at UZAC? There's so much power in building a strong, compassionate community. وبس نكون عم نحكي عن هيدا الترم إذا بدك ما بيكون أصلاً قصص كتير فلسفية أو بدها كتير شغل. هي فيها تكون simple gestures يعني هن إنه forming study groups يسألوا بعضهم إذا ما يكون في حدا مثلاً isolated عن stuff. في يكون إنه مثلاً يسألوا كيفك ومش إنه تكون إنه هاي كيفك تبعت عن جد يكونوا معنيين وinterested بالجواب. فبهود الجسترز الصغار بفرشوا الشخص انه نحن عن جد we care about you we care about your presence وهذا الشيء هذا الشيء اللي بيعمل difference بهذا المحل. سو هيك بتكون الكوميونتي صلبه وسبورتيف بهول الاسس الصغار اللي عم بتقوليه انه by being there for one another we can build a foundation of unity and empathy. So let's stand together ومش بس to accept لما الشخص يكون عم بيطلب مساعدة نفسية بس to encourage this behavior especially لما الشخص يكون he's suffering and struggling. Exactly. It is vital to keep in mind انه the right strategies and support can really make a difference. ونحن هون كـ counseling center we are striving to do that difference. We are aiming انه نكون عم نساعد الأشخاص هن يعملوا difference بدورهم مع أشخاص تانيين أو مع حالهم. وقبل ما نختم حابب اقول لكل الاشخاص اللي هن خسروا حدا بيعز عليهم بالانتحار او يلي هن بحد ذاتهم عم يختبروا suicidal thoughts they are not alone. نحن موجودين هون كمان نكون عم نساعد قد ما فينا وبشجعهم كيف كنت عم تقولي انه عم تضوي اهميه انه شجعهم to speak up and break the barriers لانه عن جد كل شخص بيستحق الكير يلي هو بحاجه لها.